سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في كل وقت وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، نستكمل قراءة كتاب موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين. هذا الكتاب أظن حسناء مرة تحضر وعمر ثاني مرة مرة حضرة. أنت كده قديم طالما ثاني مرة. طيب، فهو كتاب موقف العقل والعلم والعالم، كتاب فريد ألفه شيخ الإسلام مصطفى صبري عليه رحمة الله تعالى. كتاب فيه رصد للحركة الفكرية والثقافية في مصر منذ ما قبل سقوط الخلافة العثمانية سنة 1924 لحد ما بعد ذلك بحوالي مثلا 30 سنة تقريبا، لأن الشيخ توفى سنة 1954، والكتاب ده من أواخر كتبه. فالكتاب فيه رصد لتحولات شهدها المجتمع المسلم على إيد مجموعة من التنويريين المثقفين لترقوا التعليم الغربي أو من تأثر بهم. كتير بقول إنه إحنا ولدنا وعشنا في المجتمع المسلم ولا نعرف حقيقة ما هو النظام الإسلامي وما هي فلسفة الإسلام وكيف تعمل أصلا أحكام الإسلام، إن مجتمعاتنا صارت بعيدة كل البعد عن فلسفة الإسلام. يعني إحنا ممكن نكون بنطبق على مستوى القوانين وعلى مستوى العادات وعلى مستوى التقاليد الكثير من أحكام الإسلام، فنحن لا شك مجتمع أفراده مسلمين والدولة لا شك أنها دولة إسلامية، لكن فلسفة الإسلام في التشريع في الحكم في العادات في التقاليد غائبة، فضلا عن أن صوت الإسلام ليس هو الصوت الأعلى. لذلك أنا بقول أن ربما يكون العامي الذي عاش في عصر سيادة الإسلام أعلم بالإسلام من عالم يعيش في هذا العصر. هذا العامي يعيش عدل الإسلام ورحمة الإسلام وتسامح الإسلام مع أهل الكتاب ويراه واقعا في التشريع في المعاملات في الأحكام في السلوكيات في الأقوال في الأفعال ويراه واقعا ويتمثل. دلوقتي احنا اشبه ما نكون بنتكلم عن الاسلام قرينا في الكتب. يعني انت لما تيجي تتكلم دلوقتي على مستوى القضايا الثقافية مثلا عن طرق التعليم القديم هتشعر انه الناس تتقلها جدا، والواحد يجيب وقت منين واحنا فاضيين ليه؟ لأن طب ما هم الناس اللي زمان دولت كانوا بشر أيضا ومش يعني مش فاضيين ولا حاجة، عندهم أشغالهم وبني أدمين زيك والله بالضبط، عايزين يشتغلوا عايزين يتجوزوا عايزين يروحوا عايزين يجوا، ففي استبعاد لطرق المجتمعات الإسلامية القديمة. لما نيجي نتكلم مثلا على مستوى الأحكام التشريعية اقتصادية مثلا، لا يكاد اقتصادي الآن يتصور اقتصاد من غير ربا، لأنه تربى على هذا ونشأ على هذا والبنوك مش تمشي ولا تفتح غير بكده. على مستوى الأحكام الاجتماعية لا تكاد امرأة مسلمة تتصور نفسها أصلا زوجة ثانية،
يعني العمى ولدا. ليه؟ لأنها سمعت حاجات ما شافتش كيف كان المجتمع المسلم قديما يعيش. على مستوى الحدود والعقوبات طبعا دي كلها أمثلة يعني أنا أحصر. كثير من المسلمين بس ترشيعوا مثلا حد الرجل أو حد الجلد استرشعوا حاجة بشعة. فإحنا الحقيقة المجتمع حصل فيه تحويل كده بعد ما كان المسلمين عايشين في المجتمع المسلم يعتزون بالإسلام، كلمة الله هي العليا، عدالة الإسلام واضحة، وتشريعات الإسلام سائدة، والحاكم لا يجرؤ أنه هو يخرج عن أحكام الإسلام لا في قليل ولا في كثير، ولا يصدر في رأيه إلا عن رأي أهل الحل والعقد من العلماء وغيرهم، بل يستمد سلطته منهم. والعلماء كانوا يولون الحاكم لأنهم مش راضيين. يعني الحقيقة شفتوا انتوا فيلم عايز حقي؟ شفتوا أحمد رمزي ولا أحمد اسمه إيه ده؟ هاني رمزي ده لما قالوا إيه؟ لما قالوا إحنا عايز الحكومة ديت، أهو إحنا بقى المفروض الحكومة ديت بتمثلنا لأن إحنا مش راضيين نعمل. أنت مثلا قاعد على القهوة وأنا بروح المحكمة كل يوم وحاجات زي كده. فهو كان ده حرفيا اللي حاصل. الحكومة بالفعل، الإدارة بالفعل، الناس اللي بيدوا بدولات بيديروا إن بقية الناس المهمة اللي بيأدوا للمجتمع حاجة أهم مش فاضيين. متفرغين ليه؟ للتعليم، لبناء العقول، لبناء الإنسان. فالعلماء يبنون الإنسان، والجماعة الإدارة دولت يبنون الطرق والمستشفيات وكذا، وبعدين يملى المستشفيات بقى والحاجات دي أهل العلم. ف زي ما حصل بالظبط محمد علي باشا مثلا زي تولى الحكم في مصر، راح له العلماء وقالوا ما تعالى احكم، لان الحكم ما كانش مغنم، ما كانش حاجه ينظر لها على انها حاجه عظيمه. يعني هم عندهم اللي عنده سيجارته واللي عنده مدارسه واللي عنده اوقافه واللي عنده علمه واللي عنده كتبه. ف حصل التحويله كده في المجتمع المسلم. بنقول هذه التحويلة جعلت الناس بعيدين عن فهم النظام الإسلامي. لما نقول النظام الإسلامي وفلسفة الإسلام معناها مش معناها ان احنا بنكفر المجتمع، ولكن بنقول في حاجات في الإسلام لا تفهم إلا إذا طبقت ضمن المنظومة. زي بالظبط كده مسألة الميراث، ميراث المرأة لو بصف لها لوحدها كده في الحالة اللي بتاخد فيها على النصف من الرجل هتقول دي مظلومة، لكن لو بصت لها انها في احيان تاخد اعلى او مثل او تأخذ ولا يأخذ الرجل، ثم في مقابل هذا الرجل اللي بيأخذ الضعف هذا اخوها ده، ان هو اللي بيأخذ الضعف هو الذكر المساوي لها في الدرجة، هو نفسه مطالب بامور هي غير مطالبة بيها، وهذه الاموال هتذهب ايضا لامرأة. فترى مع تشبيك العلاقات دي كلها تدرك حكمة وجود كل حكم منها، وإن كان وحده غير مفهوم أو وحده يثير تساؤلات. زي فكرة مثلا إقرار الإسلام للرق، كثير من الناس يقول لك ليه الإسلام ملغاش الرق، ده عبودية ومش عارف إيه. الإسلام نعم أقر الرق لكنه فرغه من محتواه تقريبا، يعني هو بقى اسم الرق بس، وصار الرقيق يطلق عليه اسم مولى، وكلمة مولى حتى على مستوى اللفظ لفظ مشترك يطلق على العبد وعلى السيد، يعني السيد اسمه مولى والعبد اسمه مولى. ثم أوجب له الإسلام لهذا العبد الحقوق كاملة، فيلبس مما يلبس السيد، ويأكل مما يأكل السيد، ويشرب مما يشرب السيد، ويزوجه السيد إذا أراد، ويعالجه، وإذا كانت أمة إذا هو تزوجها أو كذا، أو يعني إذا هو عاشرها فخلاص أخذت حقها الإنساني، إذا هي هو يعني خلف منها
بعد المعاشرة صارت أم ولد فتصير حرة تلقائيا، أو يزوجها لغيره. فجعل الإسلام مخارج متعددة حتى يحرر العبيد، ثم فرغ مفهوم العبودية من محتوى اللي هو محتوى الظلم والاستبعاء والاستعباد. لذلك العبودية لما نشأت ما نشأت في المجتمعات الإسلامية، نشأت في المجتمعات الغربية لأن هي اللي كان عندها الحاجة للتحرر، لأن كان في ظلم وفي مظالم. إحنا هنا عندنا العبيد لما جم يحرروهم بعضهم رفض، أنا واكل شارب نايم يعني بتعالج عايش أحسن عيشة ومش شايل هم حاجة. فكثير من الناس بنظروا لحركة تحرير العبيد نشأت في أمريكا على أنها حركة إنسانية، وهي في الحقيقة من أقذر وألأم الحركات اللي حصلت في التاريخ، لأنه كان الغرض منها التخلص من المسؤولية تجاه العبيد مع الاستفادة منه. يعني يقول لك أنا عندي عبد، العبد ده بيعمل لي إيه؟ بيشتغل في أرضي، عندي أراضي شاسعة، زمان كان فيه إقاعيات، أراضي شاسعة، العبد ده بيشتغل في أرضي كم ساعة؟ 8 ساعات كل يوم، وبعد كده بيروح ينام وأنا لازم أكله وأشربه، ويمكن عايز يتجوز أجوزه، وعايز يلبس ألبسه، فإيه ده كله بقى؟ أنا أقول لهم أنتوا أحرار ويفرحوا، وبعدين يجي لي 8 ساعات وبعد كده يروح ماليش علاقة بيه. يعيا بقى يتجوز يموت انا مالي، هو هيجي لي 8 ساعات اديله 8 ساعات. فكان تخلص من المسؤوليه تجاه العبيد، ثم ظلموهم في الاجور ايضا. في حين المجتمع المسلم لم يشهد هذه المظالم. فالقصد هنا ان النظام الاسلامي اذا طبق كاملا بترى كمال، وبترى الحاجات اللي هي بتثير دايما شبهات مفهومة في المنظومة. حصل في المجتمع المسلم تحويلة زي ما قلنا، بحيث صار في مسلمين عايشين في مجتمع مسلم، لكن فلسفة الإسلام غير معلومة لهؤلاء المسلمين. كيف حصلت هذه التحويلة؟ حصلت عن طريق أو بعد الاتصال بالغرب مع علو الحضارة الغربية وانبهار المسلمين بها، ومع ضعف الخلافة الإسلامية وضعف الجانب العلمي والحضاري عند المسلمين. فصار المسلم ينظر دايما بما ينتجه الغرب نظرة المنبهر المتعلم الذي يريد الاستفادة، يريد أخذ ما عند الغرب اعتباره حق كله. وده حصل الحقيقة على أيدي مجموعة من الناس اللي صاروا رسل الغرب في مجتمعاتنا. أدى هذا في بعض البلدان الإسلامية زي دولة التركية، دولة الخلافة اللي كانت مقر الخلافة الإسلامية ساعتها، إلى سيطرة الكماليين على الحكم. الشيخ مصطفى صبري كان يعرفهم جيدا، الشيخ مصطفى صبري بالإضافة لأنه كان شيخ الإسلام في الدولة العثمانية، يعني أكبر منصب ديني في الدولة العثمانية، اللي هو صار بعد كده يعني بعد ما سقطت الخلافة صار منصب شيخ الأزهر، هو وريث هذا المنصب، منصب شيخ الإسلام مشيخة الإسلام. فالشيخ مصطفى صبري تولى مشيخة الإسلام في الدولة العثمانية، وكان في الوقت نفسه عضو في البرلمان أو عضو في مجلس شورى الأمة الإسلامية، المجلس اللي هو بيجمع كل الدول المنضوية تحت خلافة عثمانية. فهو رجل دين أو رجل علم شرعي، بالإضافة لأنه رجل يفهم الواقع جيدا. فعرف الكماليين من أيام ما كانوا حزب صغير في تركيا، وقرأ أفكارهم وحذر منهم قبل أن يعلو نجمهم. ثم لما علا نجمهم وتحكموا في الأوضاع في تركيا عملوا الحاجات اللي حدثت بعد ذلك من إغلاق الكتاتيب، إغلاق المدارس الإسلامية، منع الحجاب، الأذان باللغة التركية، حتى الصلاة كانوا عايزين القرآن باللغة التركية، ونشأت مسألة ترجمة القرآن وهل يجوز قراءته باللغة التركية ولا لا. مسائل كثيرة جدا نتجت عن هذا الانقلاب الذي فتت الأمة الإسلامية. الخلافة العثمانية كانت نعم ضعيفة، لكن كان المسلمين ليهم ظهر.
ليهم ظهر يحتموا فيه. فالشيخ مصطفى صبري بيرصد هذا الواقع الإسلامي وبيرصده فكريا مش سياسيا. فإحنا ما بنقرأش كتاب في السياسة، وإنما بنقرأ كتاب في الأفكار. ودايما السياسة والاقتصاد والاجتماع هو فكرة ثم طبقت على أرض الواقع. فرصد حركة الأفكار يفهمك كيف نتجت الأفعال. فالمجتمع المسلم حصلت فيه تحويلة في الأفكار، يرصدها الشيخ في هذا الكتاب. وإذا قلنا تحويلة في الأفكار يعني ضعف في العمود الفقري الذي يقوم عليه الإسلام، بحيث الواحد المسلم يبقى متناهي مع الغربي. إيه اللي يخلي المسلم متناهي مع الغربي أو مع النموذج المعرفي الغربي؟ اللي يخليه كده إنه يضعف اعتناقه للإسلام، أو يضعف إيمانه بالغيب، أو يضعف إيمانه بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو يضعف إيمانه بالله. فهتلاقي الأمر في الآخر بيرجع إلى العقيدة. لو فيش مسلم يرمي نفسه في أحضان الغرب ويعتبر إنهم هم المنقذ للبشرية الذين يجب أن نأخذ ما عندهم من حلو ومر، أو اللي إحنا نسعى لإرضائهم بإن إحنا يعني نقول لهم لا ده ديننا كويس والله، بس أنتم مش واخدين بالكم، ونقعد كده نتزلف ليهم، إلا إذا كان حصل خلل في قلب وعقل الإنسان المسلم الذي يقرأ في القرآن قول الله سبحانه وتعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والذي يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. والذي يقرأ قول الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فالمسلم يقرأ هذه الكلمات صار ضعيف ذليل تلميذ عايز يرضي الغرب عنه، واعترافهم بي هو الذي يجعلني إنسان متحضر. ما اعترفوش بي ولا بأسلوبي ولا بطريقتي ولا بعشتي ولا حتى ديكور بتاع بيتي ولا بكلامي ولا بلغتي، يبقى أنا كده إنسان متخلف. فصاروا هم المعيار والنموذج الذي نسعى دائما لمحاكاته وتقليده. وصلنا لكده. وطبعا الوضع الآن صار يعني إيه، صار يعني في تجليات لهذا الواقع، يعني في احتفالات الآن عند المسلمين بالفالنتاين والهالوين، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإيه اللي أدى المجتمعات الإسلامية لكده؟ هذا ما يرصده الشيخ مصطفى صبري، ويعالج هذه القضايا من منطلق اعتقادي. لأنه إذا صلح الاعتقاد صلح العمل بكل بساطة. في مشكلة في العمل يبقى في مشكلة في الاعتقاد. ربنا لما يقول: الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون، بيقول لنا السبب ليه عايزين الدنيا تمشي بظهرها، ليه عايزينها تبقى عوج؟ لأنهم بالآخرة كافرون. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. الدلالة الاقترانية هنا واضحة في أنه هذا أدى إلى هذا أو هذا نتيجة لهذا. فده باختصار ما يفعله أو ما يحاول أن يفعله الشيخ في هذا الكتاب، ويغوص بقى في التفاصيل. فهيذكر أسماء مقالات، هيرد على ناس بأسمائهم وأعينهم. وهتلاقي بيذكر في الكتاب دوت أنه اللي عمل كده في الشرق الإسلامي أسماء محددة هي التي قادت ما يسمى بالتنوير أو التغريب في مصر تحديدا، والتي كان لها تأثير مصر على طول مؤثرة على مستوى العالم العربي كله. هتلاقوا بيذكر أسماء زي الشيخ محمد عبده، أسماء زي محمد سيد وجدي، أسماء زي محمد حسين هيكل، أسماء زي بعض مشايخ الأزهر زي الشيخ المراغي والشيخ شمتوت وهكذا. فدي الأسماء الرئيسية اللي الشيخ يشتبك معهم في هذا الكتاب باعتبار أن آرائهم مؤثرة.
شيخ محمد عبده تولى الإفتاء، إفتاء مصر فترة. محمد الغبلي تولى رئاسة مجلة تحرير الأزهر، مجلة متحدثة باسم الأزهر. اثنين منهم كانوا مشايخ للأزهر، مع ذلك صدرت منهم أقوال وأفعال الشيخ هنا بينتقدها بشدة في هذا الكتاب، وبيعتبر أنهم أسسوا لمنهج جديد أو لما يسميه الشيخ الكوثري بالمناسبة، كمان مش الشيخ مصطفى صبري بس، وهو أيضا من علماء تركيا الذين هربوا إلى مصر من ظلم الكماليين، والاثنين الحقيقة كانوا من نعم ربنا على مصر. الشيخ الكوثري أيضا في مقالاته، الكتاب بتاعه موجود ومشهور وهتلاقوه موجود عن تركيا، اسمه مقالات الكوثري، بيسمي دايما ما يحدث في الأزهر بالأزهر الجديد، لكوا في الأزهر الجديد ترى كذا، وفي الأزهر الجديد تجد كذا. فهو يفرق بين الأزهر الجديد هو أزهر محمد عبده، والأزهر القديم أزهر العطار والدردير. الأزهر القديم اللي هو كان النموذج المعرفي الإسلامي واضح جدا عنده، في اعتزاز شديد بالهوية الإسلامية، ولا يخرج في إرضاء الغرب عن مقررات ومناهج المسلمين. الأزهر الجديد صار مهزوم نفسيا، تلميذ على أعتاب الغرب، يريد أن يعقلن الإسلام، يعقلن طبعا من قوسين، وإلا في الإسلام عقلاني لا يحتاج إلى عقلنا، يعقلن الإسلام حتى يرضى عنه أو حتى يفهمه الرجل الغربي. هذه المدرسة لا شك إحنا بنقولش إن هم كفروا ولا إن هم يعني كذا، لكن بنقول إنهم اجتهدوا وأخطأوا، اجتهدوا وأخطأوا، حاولوا أن يقربوا الإسلام من الغربيين، وحاولوا أن يقربوا الإسلام من المتعلمين العصريين، فوقعوا في أخطاء وخطايا. لو مدينا الخط الأخر وفق منهجهم مش في إسلام، مش في إسلام. يعني مثلا واحد زي الدكتور سعد الهلالي اللي بيقرأ في السجون ده، ده صادق مع نفسه، صادق مع هذا المنهج، هو ده بالضبط المنهج اللي يقوم به. الاجتهاد مفتوح لأي أحد، خذ من كتب الفقه أي قول موجود حتى لو كان ضعيف أو شاذ، خلاص كده الدنيا سايحة على بعضها، مفيش حاجة. الإيمان بسيدنا محمد مش مهم، كل واحد طالما عنده دين يؤمن برسوله وخلاص. فأنت بعد شوية هتلاقي مفيش حاجة اسمها أديان، وإنه الفقه يعني هو سبحان الله الرجل ده متناقض، تناقض عجيب في الفقه. لك انت كمسلم خد اي قول موجود في كتب الفقه، انت اختار اي قول. طيب بالنسبة للقانون اللي بتسنه الدولة، لك لا لازم تاخد بالقانون، يوجب عليك الاخذ بالقانون البشري ولا يوجب عليك الاخذ بالفقه المستمد من الشريعة او المجمع حتى عليك. ويعامل الاقوال الفقهية جميعا معاملة واحدة، قوية هذه ضعيفها، المجمع عليه، وبيشكك في الإجماع، ولا يعترف أصلا بالإجماع، ولا فيش حاجة اسمها إجماع. فهذه المدرسة من نتاجها ضعف، كان نتج عن هذه المدرسة ضعف الأزهر، صار الأزهر ضعيف خجول لا يخارج حتى علماء. فهذا هو الذي ينتقده الشيخ. كنا وقفنا فين بقى؟ ماشي، ده كلام محمد فريد وجدي، صح؟ وقد نبغ في البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا على هذه المباحث العلمية فسحرتهم. يلا يا مين هيقرأ؟ يلا دكتورة تفضل. قد نبغى في البلاد الإسلامية كتاب وشعراء وقفوا على هذه المباحث العلمية فسحرتهم، فأخذوا يهيئون الأذهان لقبولها دسا في مقالاتهم وقصائدهم غير مصالحين بها غير أمثالهم، تفاديا أن يقطعوا أو يكونوا من الأرض.
أخذت كلام الأستاذ هذا من قبل أكثر من مرة أو مرتين أو مرات، ومودي أن أكرره كلما دعت إليه مناسبة للتحدث في هذا الكتاب بأقوال الأستاذ، لأنه ولم يحدث لكان غيري عند نشره على صفحات الأهرام حسبه معرفا لناصر نشر من العناية بالدين والسهر على حياته وصيانته من مكايد المعتدين. ولو كنت مكان الأستاذ المقلدين لقلت أيضا هو العلم الذي قال العلم العلم الذي قال الأستاذ السائل نفسه عنه في مقالة أخرى سابقة إن العلم والفلسفة ينقصان كل يوم من أطراف رجال الدين، وإن الناس يتسللون عنهم زعافات حتى لم يبقى سواهم في المجال الذي هم فيه. فاقتنع على ذلك أن الفلسفة التهم للطبقات المتعلمة وأصبحت عنصرا من عناصر روح العصر تتنزل منها العادات والآداب والأخلاق بل والأنظمة والقوانين والمسك العليا. وكاد لا يوجد في الدنيا مثال لمناقضة الإنسان نفسه أبلغ وأظهر مما ناقض الأستاذ فريد لبديديك بعد توليه الوظيفة الأزهرية نفسه قبل توليها. فهو يخول العلم الحديث المادي أولا حق الحكم والسلطان في الأرض، ثم حق القذف بالأديان جملة إلى عالم الأساطير، ولمتعلميه حق استبطان الحال ويجعله يحكم باستهاب ما نتقد به كتب الأديان السماوية من معجزات الأنبياء وأنباء البعث بعد الموت. وهو القائل ثانيا أي علم هذا الذي يحكم بأن هذا ممكن وهذا مستحيل، والعلم لم يجاوز قشر الأشياء وهو بعد في المهد. ويكاد لا يوجد في الدنيا طبعا المقولة دي ما تنطلقش غير من واحد لا يقول إن العلم هو ما كان حسيا، بس يعني لو هو بيعتبر إنه ما نتج عن العقل علمي أيضا تعالوا نجد التكييف إني حر. لو كان يقول إن العلم أو نتاج العقل أيضا هو علم ما نطق بهذه الكلمة، لأن العقل له أحكام بعضها واجب وبعضها جائز وبعضها مستحيل، والعقل السليم يجزم بها. فهو هنا لما يقول أي علم هذا الذي يحكم بأن هذا ممكن وهذا مستحيل، نعم النظر العقلي ينتج فيقول أن اجتماع النقيضين مستحيل، النظر العقلي يقول الدور مستحيل، النظر العقلي يقول هذا العالم ممكن. فالعلم لو يجاوز قصر الأشياء، العلم هنا يقصد بالعلم الحسي والتجريبي، أم يجاوز قشر الأشياء وهو بعد في النهد، فكأننا نفضل قاعدين مستنيين العلم لما يتقدم وبعدين نعرف إيه هو الممكن وهو الواجب وإيه هو المستحيل. ماشي. ويكاد ويكاد لا يوجد في الدنيا بلد كل شيء في يوم سبع بحين نسى مصر كما قال أمين شعرائها، ولا في مصر مثل الأستاذ فريد بن جديد حيث يجترد على أن يدعي نقيض من دعاه من قبل على صفحات الصحف اعتمادا على غفلة القضاء واعتبارهم أقل من أن يسجلوا ما كتبه عليه لا رجوعا عن دعواه الأولى واعترافا بخطئه فيها، ولو فعل ذلك كان فضيلة لنفسه. بل لا يكاد يوجد مثل مشيخة الأزهر رأت في الصحف والمجلات مقالات ثورة كاتبها على الأديان جملة وحمل عليها حملات باسم العلم الداعية لهدمها، ورأت أنه ينكر معجزات الأنبياء والدار الآخرة ويلغي في سبيل إنكارهما ربع القرآن تقريبا. رأت كل هذا فانتدب ذلك الداعي لهدم الأديان وإقامة الإلحاد مقامها باستبطانه أولا، ثم الجهر بما به لما جاء لما جاء أوان للدفاع عن الإسلام. انتدبته للدفاع عنه على الرغم من أنه ادعى عند ثورته على الأديان أن الإسلام كوليه في عدم إمكان الدفاع عنه، وأن إنقاذه وإخراجه من حقبة الأساطير التي قذف به إليها مع سائر الأديان أكبر من أن يحاوله محاول لكون القاذف هو العلم الحديث الذي دارت الدولة الأولانية في الأرض. وأنا لا أدري أي الموقفين أعجب وأمس بكرامة الواقف، موقف الأزهر الذي احتاج إلى شخص الهادم لأمر البناء، أم موقف الهادم المتولي بناء ما هدم بيده؟ وأطرف ما في الأمر أن الرجل لا يستطيع البناء كما أنه لم يستطع الهدم، وإنما هو هادم نفسه في حالتين. وعلى هذا فقد يمكن الاعتذار عن فعل الأزهر الذي انتدب الهادم للبناء لأنه استدرجه ليهدم نفسه. أقول هذا غير حاسد من الأستاذ في مركزه بالأزهر ومجلة الأزهر، وليس في الإمكان أن احتل محله في رئاسة تحريرها، ولكنه إن لم يوجد في الأزهر ولا في مصر الدفاع عن الإسلام غير من دعا بالأمس لا
يهدم الأديان كلها، ولم يكن هذا التحول لشعور منه أو اعتراف منه بأنه مخطئ في أقواله السابقة الهدامة فيرجع عنها كما يرجع التائب عن ذنبه، بل لأجل وظيفة في مقابل أجرة لا بأس بها، حتى أنه إن قيل عن وظيفته خيف من معاودته إلى تعديه على الأديان، ولا تكون تلك المعاودة أول تحوله ضد الأديان، فما هو إلا كالسجين يؤمن شره ما دام في السجن، وسجن هذا السجين وظيفته الأزهرية، ولعل موقفه الخاص بين الموظفين يسهل له بدوام الوظيفة، لكنه إن لم يوجد في الأزهر ولا في مصر من يدافع عن دين غير هذا الذي يدور مع الزمان وينقلب مع انقلابه، فعلى الأزهر وعلى مصر العفاء. وجد عجيب من الأستاذ تحوله ضد الفلسفة المادية لا من قبيل تصحيح الخطأ، ولا من حيث لا يشعر بالتحول بل من حيث لا يشعر به. انظر كيف نزل علم الحديث المادي الذي ما زال يجاهد القوي القوى التي كانت تساوره حتى تغلب عليها وزالت الدولة إليه في الأرض، فقضى بسلطانه المسلم به على الأديان كلها، ولم يستطع الشخص الإسلامي من أقصى إلى أقصى مع جميع كتابه وشعرائه النوابغ وأين علمائه أن يدافع عن دينه أمام القاضي عليه، فلم ينبت بكلمة لأنه يرى الأمر أكبر من أن يحاوله، بل اضطر لاعتناق الإلحاد دينا سريا له. كل هذا مأخوذ من كلام الأستاذ في إجبال ذلك العلم وتأثيره في الشق الإسلامي ضد الدين. انظر كيف نزل هذا العلم بين عشية توليه الوظيفة الأزهرية وضحاها إلى حد أنه كان يوما ما له رواج عند بعض العقول أو بالأصح عند بعض خصال النظر، فتخيلوه من العلم وما هو منه في كثير ولا قليل. وكيف حق له هذا الاستصغار بعد ذلك الاتفاق؟ فماذا كان إذن معنى كون الشرق الإسلامي يرى الأمر أي أمر الدفاع أي أمر الدفاع عن دينه أكبر من أن يحاوله؟ وإذا لم يكن ما تخيلوه من العلم في كثير ولا قليل منه، فلماذا كان الأستاذ قبل توليه الوظيفة الأزهرية يحاول هدم الأديان به ويوليه اسم العلم بمثل شلقيه ويراه صاحب الدولة في الأرض؟ أفكل هذا الذي يطلبه الجدارة باسم العلم تعلمه الأستاذ في العهد الأخير؟ وهل الأستاذ أيام إيمانه بالعلم وحده كان لا يعرف أيضا ما سيقوله في صفحة 695 من الجزء العاشر من المجلد السادس من مجلة الأزهر؟ مدى الزمان الذي كان يعتبر الدين سخرة أو تقييدا للحرية الصحيحة أو حرمانا للنفس من مشتهياتها في الحدود العلمية؟ قل أو شيئا يخطب به إلى حضيض الميكولوجيا. وهذا زمان لما جلى عيني الأستاذ بكحل الوظيفة من الكحل المعروف بمعنى المال الكثير، فجلى فيه بالدليل القاطع أن الدين حاجة أولية للروح لا معدي لها عنه. الهامش الإيمان بالدين لكونه حاجة أولية للروح ليس بطريق متين في إثبات الدين، بل الواجب أن يؤمن به لكونه حقا. وإذا قلنا الدليل القاطع قصدنا به الدليل العلمي المؤسس على علم. فهمت الهامش بيقول إنه في ناس بتؤمن بالدين لمجرد انه حاجة روحية، يعني الواحد كأنه يبحث عن ما يرضي نفسه، وجد مثلا انه يشعر بالاكتئاب، يشعر بالحزن، يشعر بالأسف، فوجد ان الدين فيه معاني حلوة فآمن بالدين لمجرد انه يرى في الدين هذه المعاني الرقيقة الجميلة هو دي ثمرة من ثمرات الإيمان بالدين وليست سبب، لأنه المعاني الحلوة الرقيقة الجميلة الكده دي ممكن فيها حاجات غير الدين كتير. فالإيمان بالدين لمجرد أنه والله أنا دي حاجة روحية، يعني ده لا يكون مدافعا أبدا للدين، بل الدين يثبت أولا بطرق الإثبات الصحيحة، ثم بعد ذلك إذا ثبت هذا الدين فإنه سيشبع الروح والعقل والنفس. فده معنى الكلام. ويتسع المجال الآن لبيان ذلك على وجه يوفي بالحاجة العقلية من كل نواحي هذا الأمر الجلل، ولكني أستطيع أن أقول على عجل إن الفلسفة المادية التي حاولت في قرون ثلاثة أن تقطع كل صلة بين الإنسان وما فوق المادة قد منيت بفشل حاسم لا قيام له من طريق العلم الطبيعي نفسه لا من طريق العلوم الدينية،
فقد توصل العلم إلى إحالة المادة إلى قوة، أي إلى إثبات أن لا وجود لها وأنها عرض من أعراض القوة. وبزوال هذه العقبة الكأداء من طريق العقل الإنساني فتحت أمامه باحة لا حد لها إلى عالم القوة التي هي مصدر كل موجود في عالم الشهادة. على أن انقلاب الأستاذ لحساب الدين ضد الفلسفة المادية بهذه الطريقة، إزاي استحالة المادة إلى قوة بحيث صارت المادة عرض من أعراض القوة؟ احنا عندنا حاجة مرئية اللي هي المادة، مش كده؟ وحاجة غير مرئية بيسموها القوة، مش خدتوا كده في الفيزياء؟ القوة أو الطاقة، طاقة مش كده؟ في المادة وفي الطاقة يا جماعة، أليس كذلك؟ المادة الحاجات المحسوسة، الطاقة الحاجات اللي هي غير محسوسة، مش كده؟ أنا أظن كنت كلفتك قبل كده تقرأ حاجة، تقرأ حاجة في فيزياء الكم، مش كده؟ المادة أو جسم الإنسان إذا قلنا أنه مادي، العلماء عندهم تطلع لمعرفة مما يتكون هذا الجسم، فالعلم اتجه في اتجاهين متعاكسين تماما. اتجاه يبحث في الذرات الدقيقة، فاخترعوا لأجل ذلك الميكروسكوبات، ثم صاروا يطورون في هذه الميكروسكوبات بحيث يكتشفون الأجسام الدقيقة. واتجاه آخر اللي هو اتجاه اكتشاف الكون المحيط هذا، واخترعوا لأجل ذلك التلسكوبات. فإحنا كأننا العالم المشاهد الذي تتناوله أعيننا في خط وسط، في خط إيه؟ في خط وسط. إحنا لو حبينا نرسم الموضوع هنرسمه كده، تتناوله العين. طيب متى تتناوله العين؟ في هذه الحدود تقريبا. طيب انا عشان اشوف الحاجات اللي هي لا تدخل تحت رؤيتي البصرية، مشي في الاتجاه دوت علوم الفيزياء، خاصة فيزياء الكم، مشي في الاتجاه دوت عشان اكتشف العالم من حولي ايضا البعيد خالص الفرد. فيزياء الكم ظهرت بعد نسبية أينشتاين، وكأنها قالت عكس ما جاء به أينشتاين. كان قبل كده، قبل فيزياء الكم ما تيجي، كان في ثقة شديدة جدا بالعلم، كانوا يعتقدون أن القوانين العلمية حتمية. لما جاء فيزياء الكم قلبت الموازين وصارت القوانين احتمالية. نزلوا في الاكتشاف الذرات الدقيقة، ووجدوا انه داخل الذرة في نواة، كبر النواة ملايين المرات، ما الذي يوجد داخل النواة؟ في كواركات، كبر كوارك منهم ملايين المرات، ما الذي يوجد داخلها؟ في كذا، ادخل جواه ملايين المرات، في كذا، ثم بعد ذلك لا شيء، فيش حاجة مادية. فلذلك قالوا ان هذه المادة التي امامنا تؤول وترجع الى لا شيء. كان التصور القديم ان الانسان او المادة دي اللي في الكون عبارة عن حجار صغيرة جدا مرصوصة جنب بعضها، زي التصور اللي هو ايه العادي للبيوت بتاعتنا، يعني احنا ايه دي عبارة عن ذرات دقيقة متراصة، يعني في حاجة مادية، فهم كده؟ الحاجة المادية دي نفسها طيع لا وجود لها. فلذلك صار العلماء عندهم قناعة ان الانسان روح اكثر منه جسد، او طاقة اكثر منه مادة. وفي عالم غربي عمل كتاب قلت لكم عليه قبل كده اسمه الانسان روح لا جسد، مكون الكتاب جزئين قلت لكم عليه قبل كده. ف
وحضراتكم ايضا لازم تطلعوا على فيزياء الكم. في حاجات بتبسط النظريه دي موجوده كتير على اليوتيوب. وليه قالوا انه القوانين العلميه احتماليه؟ ايه اللي خلاهم يقولوا حاجات زي كده؟ تجارب علميه معينه خلتهم لا يعرفون بالضبط ما الذي سيحدث. الضوء اذا نفذ من هذه النافذه او من هذه النافذه في احتمال ينفذ من هنا او احتمال ينفذ من هنا. تجربه معروفه جدا تجربه الضوء. جابوا كده ضوء معين وبعدين فتحوا فتحتين خلاص وبعدين سلطوا الضوء وجدوا انه الفوتونات الضوئيه ديت اذا دخل الضوء من الفتحتين بيعود للالتئام مره اخرى ويكون شكل معين. طيب ذرات الضوء دي بقى نفسها كيف تتصرف؟ جابوا كاميرا اللي يخليها تلتئم مره اخرى وتلتحم مع بعضها. فلما راقبوها وجدوا ان سلوكها بيتغير. فقال لك انه اذا الماده اللي موجوده في العالم تتاثر بالمراقب، يعني سواء اذا كان في مراقب فسلوكها بيتغير. فإذا هي مش حاجة صماء لا عقل فيها ولا روح. فلذلك فيزياء الكم كانت كابوس بالنسبة لكتير من العلماء. فصار عندنا النسبية، نسبية أينشتاين، وعندنا فيزياء الكم. نسبية أينشتاين فيزياء الكم اتنين قوانين فيزيائية بيقولوا تقريبا الكلام عكس بعض، واثنين فيزياء. لذلك كان ستيفن هوكينج بيطمح انه يجيب نظرية فيزيائية تؤلف بين هاتين النظريتين. سماها هو نظرية كل شيء، The Theory of Everything. فطبعا هو ما عملش، ما وصلش لهذه النظرية. لكن بكل بساطة احنا ممكن نقول إن فيزياء الكم هو عالم الغيب، أو هي يعني تعتبر على مشارف عالم الغيب، فقوانينها يعني تعتبر ملائمة لعالم الغيب. العالم الشهادة لازم يكون فيه قوانين ثابتة جارية على مقتضى العادة مع إمكان خرقها. كيف تخرق؟ لعالم الغيب. فإمكان خرقها كامل أيضا وموجود حين يريد الله سبحانه وتعالى. فلذلك هنا هتلاقيهم حتى العلماء نفسهم، هتلاقي الشيخ محمد فريد والدي نفسه هتلاقيه بيتكلم في كتاب موسوعة القرن العشرين مثلا عن مادة الأثير، وبيقول الأثير مادة افتراضية، مش هي الهواء، حاجة غير الهواء، مادة افتراضية فرض العلماء وجودها حتى يفهموا كيف ينتقل الضوء من مكان إلى مكان، ازاي الضوء بينتقل من مكان. قالوا في مادة هنفترضها هنسميها الأثير عشان يفهموا ويقدروا يفسروا مجموعة ظواهر طبيعية. لك لازم يكون في حاجة هنسميها الأثير. إيه الأثير ده؟ حاجة غير مادية، حاجة غير مادية. وبالتالي صارت قناعات العلم في الفترة الأخيرة هي الميل إلى كون إنه هذا العالم لا مادي أكثر منه مادي. طبعا الكلام ده والتعمق فيه يؤدي للجنون لا شك. لذلك هتلاقي الغربيين بينقسموا انقسام حاد جدا بين المؤمن بماديات لانه بدونها يضيع، زي واحد حاطته في وسط بحر ومش عارف حاجه، مش عارف يمسك اي حاجه. انت لما تقول له لا توجد ماده في الكون وانما هي عباره عن
طاقة متشكلة متجمعة مكثفة في أشكال مختلفة يضيع. يقول لك إيه ده؟ يعني العالم ده كله طاقة مش مادة؟ فتقول لك إيه؟ لا، إيه انحاز بجانب الإيه؟ بجانب الإيمان بالمادة. بعضهم هتلاقيه غرق في هذا البحر اللامادي، فسرت بينهم فلسفة وحدة الوجود أو اعتقاد أن الإنسان والوجود والكون والخالق شيء واحد. الوسط بين هذين هو ما تأتي به الأديان من التفريق. طبعا الأديان هنا بقول أديان يعني الدين الحق حصرا، ما بقولش أي أديان ولكن الدين الحق، وهو التفريق الحاسم بين عالمي الغيب والشهادة. عالم الغيب له قوانين مختلفة عن عالم الشهادة، وعالم الشهادة له قوانين مختلفة عن عالم الغيب، مع اعتبار أن قوانين عالم الشهادة غير حتمية. وغير حتمية مش معناها أنها ما نعرفش إيه اللي هيحصل، لكن غير حتمية بمعنى أنها تحت قبضة الحكيم سبحانه وتعالى، يخرقها إذا شاء لمن يشاء، لكن هي من حيث الثبات والاستمرار حتمية. يعني دايما الشمس هيجي معها نور، دايما الليل هيبقى فيه قمر، دايما مش عارف الأكل هيبقى معها شبع. فهي حتمية بمعنى كده أن ربنا جعل هذه علامة لتلك دون أن يكون هناك شيء مؤثر أو خالق إلا الله سبحانه وتعالى، بحيث يستطيع إذا شاء أن يرفع عن الماء الري وعن النار الإحراق وعن الأكل الشبع وعن الشمس الإنارة إلى آخره. فهو الاعتقاد الوسط هو هذا التفريق بين عالمي الغيب والشهادة، مع اعتبار أن عالم الشهادة غير قائم بنفسه وإنما قائم بالله سبحانه وتعالى، في قوانين ثابتة لكنها نقدر مش حتمية، في قوانين ثابتة لكنها غير حتمية، غير واجبة، غير واجبة يمكن خرقها. من الذي يخرقها؟ خالقها لمن يشاء. النظرة الوسطى ديت التي تحفظ على الإنسان عقله، لأنه تخيل أنت الإنسان لما تقول هذا الكون عبارة عن طاقة فقط مفيش مادة يتجنن، في عرض الإنسان يتجنن. يقول لك طب ما إذا إحنا كده نعتبر قاعدين في حلم بقى. فالذي يحفظ على الإنسان عقله هو الدين الحق لينقذه من هذه المتاهة. فقال أنت في عالم الشهادة ولست في عالم الغيب. عالم الشهادة يعني الحواس تنتج علم، العقل ينتج علم، الخبر أيضا ينتج علم، وأخذك بالخبر هو اللي يعرفك على عالم الغيب، بحيث أيضا تأخذ منه ما ينفعك لاعتدال، بحيث يحفظ على الإنسان عقله. جئت حضراتكم النهاردة تطلعوا على أي حاجة في فيزياء الكم. وحضرتك قلت لنا قبل كده على موضوع تواجد نفس الجسم في مكانين في وقت واحد، ده فيزياء كم؟ ده فيزياء الكم، وهم بيقولوا كده يعني هو علماء فيزياء الكم بيقولوا إن الجسم تواجد، أو الفوتون الواحد لما عملوا تجربة الضوء دي تواجد في مكانين في نفس الوقت، فهو دخل من الثقبين وبعدين اتجمع تاني، فكأن الجسم وجد في مكانين في نفس الوقت. انا بقول انه اما ان احنا نقول، احنا ساعتها قلنا كده برضو لو تفتكر، قلنا اما ان نقول انه هذا قانون عالم الغيب الذي نطلع لنا عليه، او نقول انه اللي سموهم جسمين دولت مش جسمين وفي خطأ في الرصد. وانا ساعتها دخلت بس ما قريتش، بس كتبت العنوان كسيرش طلع اي حاجات كتير جسمين موجودين في نفس المكان. فأنا بقول إما في خطأ في الرصد إما قانون عالم الغيب مختلف، مع إنه المتكلمين يقولون كده برضه، يعني علماء الكلام يقولون إنه النقيضان لا يجتمعان، يقولون إنه الجسم الواحد بذاته لا يكون في مكانه في الوقت نفسه، إنه
تواجد الجسم بذاته في مكانين بيشغل حيزين من الفراغ ده لا يكون. لكن الشيخ ابن عربي بيقول ان عالم الغيب هو خالف بذلك بالمناسبة كل المتكلمين، قال انه في عالم الغيب او في عالم المثال او في حاجة بيسميها في كتاب الفتوحات المكية ارض السمسمة، ممكن الكل يدخل في الجزء، ممكن النقيضين يجتمعون، مفيش مستحيل، مستحيلات العقلية دي غير موجودة. فهو من القائلين بأن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالممكنات فقط. المتكلمين بيقولوا أن قدرة الله عز وجل تتعلق بماذا؟ بالممكنات، المستحيلات لا تتعلق به القدرة. الشيخ الأكبر يقول أن قدرة الله تعالى تتعلق بالمستحيلات، يعني ممكن يخلي الجزء أكبر من الكل والكل أصغر، والجزء أكبر من الجزء أكبر من الكل والكل أصغر من الجزء، والنقيضين يجتمعوا كل حاجة. هو يقول هذا، لكن أنا أعتقد أن المسألة أيضا يكون فيها اعتبار. يعني إذا قلنا أن الكل دخل في الجزء ما صار كلا، الله سبحانه وتعالى بقدرته جعله جزءا أصغر من الجزء. يعني اعتقد حتى لو يعني هو ان احنا هو ربنا قادر على كل شيء، بس حضرتك احنا ما خدنا في العقيده قلنا ان ده مش هيحصل عشان يعني عشان ما نغيرش يعني ما يحصلش تغيير للقوانين الموجوده او للاحكام العقليه اللي موجوده، لكن هو الواحد ما يفكر فيها بالعقل، ما هو ربنا قادر على كل شيء يعني، بس ده مش هيحصل، بس ربنا قادر يعمل يعني. هو المتكلمين لما اتكلموا عن تعلق قدرة الله لا تتعلق قدرة الله بالمستحيل، لأنها إذا تعلقت بالمستحيل يبقى قلب الحقائق، يبقى قلب الحقائق، وقلب الحقائق مستحيل، تمام كده؟ فإحنا ممكن نقول قلب الحقائق مستحيل إما في عالم الشهادة قوين على الغيب مختلفة، أو نقول إنه على الدوام والاستمرار. فالمسألة زي ما أنت شايف تكلمين في جهة، والشيخ محيدين في جهة أخرى، والله أعلم بحقيقة الحال. فالقصد هنا أنه حضراتكم النهاردة يتقروا أي حاجة في فيزياء الكم، وفي فيديوهات كتير موجودة على يوتيوب بتبسط النظرية ديات وتتكلم عنها، وشوفوا كده الكتاب بتاع الإسلام روح الإنسان روح لجسد بتاع مين؟ هو مترجم ولا بتاع حد عربي؟ لا مترجم صح؟ مترجم مش حلوة؟ طيب ده اللي عندنا، نعمل ايه طيب؟ ماشي، على ان انقلاب الاستاذ بحساب الدين ضد الفلسفة المادية. الله يفهم، على ان انقلاب الاستاذ بحساب الدين ضد الفلسفة المادية في هذه الطريقة مما لا حاجة إليه للدين، لأن صلة عقل الإنسان بما فوق المادة كانت موجودة قبل ما ذكره الأستاذ من وصول العلم إلى عدم وجود المادة، وأن ما ذكره في هذا الصدد لا يثبت عدم وجودها ولا كونها عرضا من أعراض القوة، وإنما يثبت كونها قابلة للفناء الذي كان معلومة لأهل العلم الحقيقي، لأن كل شيء غير الله تعالى قابل للفناء عنده. فمن مسائل الوجود الكلامية المؤلفة في الإسلام يقول قدما أن العالم حادث وأنه قابل للفناء، لأن ما لم يثبت قدمه لا يمتنع عدمه، وأن المادة لم يثبت قدمها عند علماء الإسلام فلهذا لم يمتنع فناؤها. لقاعدة ما ثبت قدمه استحال عدمه، وبمفهوم المخالفة ما لم يثبت لم يستحل. ثم إن المادة لو فرض أنها قديمة وأنها لا تنعدم بناء على أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه، فلا يمنع ذلك قدرة عقل الإنسان بما فوق المادة. ألا يرى أن الفلاسفة الإلهيين أعني المعترفين بوجود الله مثل أرسطو قائلون بقدم المادة مع القول بوجود الله، فليس ما اعتبره الأستاذ عقبة كأداء بعقبة، عقبة كأداء بعقبة.
يعني هو الشيخ بيتنزل معه بيقول أولا علماء الإسلام يقولون بأن العالم حادث، المادة حادثة. طيب، وعلى فرض أنها قديمة كما يقول بعض الفلاسفة، فهذا لا علاقة له بإثبات وجود الله، لأن بعض الفلاسفة الإلهيين أثبتوا وجود الله مع قولهم في الوقت نفسه بقدر المادة. لكن الأستاذ عندما تتكلم عن الفلسفة وعلوم الغرب ومكتشفاته لا يتكلم بميزان يميز النافع الدين من غير النافع، بل ولا الحق من الباطل. ومثال ذلك ما كتبه في مقالة بعنوان إلى الذين، هو على فكرة يعني مسألة التكلم لا بميزان صار هذا هو تقريبا المنهج السائد في الجامعات، اللي هو المنهج الوصفي، وده السائد في الغرب بالمناسبة، يعني اللي هو منهج انك بتصف الامور كما هي من غير تمييز بين ما ينبغي وما لا ينبغي، بين النافع او الضار، مفيش حس نقدي، مفيش تحليل، وبالتالي بتسرد الامور امام الطالب كلها على اساس ان كلها، يعني هتلاقيهم بيدرسوا مثلا الفلسفة لك فلان قال وفلان عاد وبتاع، تاريخ فلان تاريخه أراءه، فلان تاريخه أراءه، فلان تاريخه أراءه، فلان تاريخه أراءه. مش درستوا كده؟ كان في أي نقد لفلسفات هؤلاء؟ وإذا كان في نقد فبأي معيار؟ مش هتكون أبدا بمعيار مثلا الدين أو بمعيار ما فيش لي. بس هو بقى حضرتك قدامك دلوقتي 20 فيلسوف في الكتاب وفيلسوف قدامك بيشرح لك، فانت دلوقتي الطالب تاه. فما بيعلموش الطلاب، هو الأجدى في العلم أن يتعلم الطالب القوانين والقواعد، يعني هو الأفضل أن يدرس لكم فلان قال وفلان عاد في الفلسفة، درس لكم أسس التفلسف مثلا، قواعد الفكر الأساسية، المنطق على سبيل المثال، العلم كده، العلم قواعد وكليات، أنتم من خلال معرفتكم وفهمكم لهذه القواعد والكليات هتجيبوا أي كتاب في الفلسفة وتقرأوا تاريخ فلان وماذا قال وماذا عاد بعقلية بتشرح هذا الكلام وتعرف فين الغث وفين السليم. لكن إن أدخل كده مباشرة من غير قواعد الطلب يتوه. الدراسات الوصفية الحقيقة صارت هي الأصل في الدراسات الأكاديمية الحديثة. ومثال ذلك ما كتبه في مقالة بعنوان الذين لا يؤمنون بالغيب صفحة 750 الجزء العاشر من المجلد الرابع من مجلة نور الإسلام، عن أمور لم تدركها الحواس في حالاتها الطبيعية مثل المركبات وغيرها مما لا يحس وجوده إلا بآلات دقيقة راقية، ويحاول الأستاذ بتعدادها الاعتراض على الذين لا يؤمنون بالغيب، لكنه ينسى أو يتناسى كونه نفسه هو الذي علم الناس ولا يزال يعلمهم على الإيمان بالغيب في تمسكه دائما بقواعد الفلسفة المادية القائلة بأن كل معقول لا يؤيده محسوس فلا يعتد به. هو يعني في دول دي قال الكلمة دي مرة والشيخ مسكها له من بعدها، كل محسوس، طبعا هي مقولة خطيرة، كل معقول لا يعيده محسوس لا يعتد به، يعني العلم هو الحسي. هتقول لي بقى العقل دل على وجود الله، الله غير محسوس، يعني ده معناها لما تيجي تطبق المقولة ده معناها. فهو فريد وجدي الله أعلم قال هذه المقالة ولا ما قالهاش، أو يمكن الشيخ فهم ذلك من كلامه، لأن احنا بحثنا عن هذه المقالة بهذا النص أنا لم أجدها حتى الآن، فيمكن تكون يعني من ايه من لوازم كلام محمد فريد وجدي. وعلى هذا فالذين لا يؤمنون بالغيب الملعونون في مقالة الأستاذ لهم أن يقولوا جوابا على تلك الأمور التي عددها الأستاذ، إنها اليوم ليست بغائبة عن حواسنا ولا بوسط الآلات، ونحن لا نؤمن بالغيب ما دام غيبا، وماذا فائدة ذكر الأمور التي كانت غيبا ثم أصبحت شهادة بصواب الاعتراض علينا؟ فإن كانت فائدته أن يستدل بها على إمكان وجود غيب آخر لم يصر بعد الشهادة، فلا يتعين أن يكون ذلك الغيب ما يعتقده المؤمنون بالغيب بالدين مثل وجود الله،
مع أن الاعتراف بإمكان الوجود الثاني مثلا لا يكفي في الدين، بل يجب القطع الوجودي. فليس أنا بنظري إلى أسلوب الأستاذ في الدفاع، يعني إحنا في إيماننا بالغيب ما نقولش إنه هذا الغيب نحن نؤمن به لأنه ممكن أو لا مانع من وجوده، ولكن إحنا بنؤمن بالغيب على وجه القطع واليقين وإنه واجب الوجود. طيب، فليس لنا بنظري إلى أسلوب الأستاذ في الدفاع عن وجود الغيب إلا أن نقول للذين لا يؤمنون. طبعا واجب الوجود هنا ما أقصدش به واجب الوجود لذاته، لكن أقصد ضروري واقع يعني. فليس لنا بنظري إلى أسلوب الأستاذ في الدفاع عن وجود الغيب إلا أن نقول للذين لا يؤمنون بالغيب انتظروا وأنتم معذورون في الانتظار حتى تكتشف في الغرب اكتشفوا في الغرب آلة تعرض الله للحواس. من قبيل ما كتبه الأستاذ في هذه المقالة ما كتبه في مقالة الأخرى عنوانها لماذا يصادف أكثر الشاكين في المتعلمين، صفحة 382 جزء 5 من المجلد السابع من الجهاد الأزهر، وقد قال في صدر المقالة من الشبهات التي تكثر على بعض الأثرياء العامة صفاتهم الاعتقادية أنهم يصادفون كثيرا من المتعلمين شاكين مستهينين بالدين وبعضهم مجاهرين بالزندقة زائرين بالاعتقاديين، وقد كثر أمثال هؤلاء في طلبة المدارس وبخاصة من الذين يتلقون العلم منهم في أوروبا. الهامش كان الأستاذ من قبل يجد طبيعيا اتهام الفلسفة المادية للطبقات المتعلمة حتى أنه كان يشمت برجال الدين على انفضال الناس من حولهم وعدم بقاء غيرهم في المجال الذي هم فيه كما سبق نقله عن لفظه، حتى لا يخجل الواحد منهم أن يهاجم معتقدات أبويه مثيرا عليهما من الشبهات ما لم يصل إليه، فتفرد إلى عقول العامة أن العلم يفسد العقائد ويغري بالزندقة ويعد القلوب للإلحاد. سبحان الله، ما تسرب ده كلام محمد فريدوندي. ما تسرب إلى عقول العامة من مضاد مضادة العلم للدين كان الأستاذ جهر به على صفحات الأمراض قبل الحصول على الوظيفة الأزهرية لأسبوع، فهل كان هو يومئذ من العامة يجري على قلمه ما تسرب إلى عقولهم؟ إلا أن يلاحظ الفرق بينه وبينهم بأن العادة لومهم لم يصلوا إلى درجة الأستاذ العلمية، لا يميلون إلى جانب العلم خاضعين الدين في الحرب القائمة بينهما، ولا يقاس عليهم الأستاذ طبعا لا سيما بعد أن قال ما معناه إن العلم قذف بالأديان جملة إلى عالم الأساطير وانتهى الأمر، ولم يبقى للناس إما أن يكونوا متدينين من غير علم أو يكون علماء بلا دين، فلهذا صار الشرق الإسلامي وعلى الأخص نوابغه من الكتاب والشعراء أن يستبطنوا الإلحاد على أن يظلوا جهالا، فمن ترضى في اعتناق الإلحاد فمنشأه نقصان العلم، ولا بد أن يكون مصيره مصيرا نوابا من في قبول الإلحاد سرا أو جهرا متى وصل إلى درجته العلمية. هذا كله مأخوذ من نص كلام الأستاذ من غير أدنى مبالغة للناعي، فهكذا قال من قبل ورسخ قوله في المرة اللي فاتت أظن ختمنا اللقاء بأنه هل الشيخ بيصف الشيخ محمد فريدوندي بيصف الحال ولا هو بيقر، مش كده؟ احنا قلنا حتى وإن كان بيصف الحال فلا ينبغي الحديث عن الحال بهذه الصورة من يعني الإعلاء والانبهار، يعني كأنه في يعني تشجيع للحالة دي، يعني فإن العلم قذف بالأديان جملة إلى عالم الأساطير وانتهى الأمر وهيقل الناس. يعني تخيلوا كده مثلا أنا كتبت العبارة دي النهاردة وأنا أريد أن أصف الحال، كتبتها النهاردة كده ونشرتها العبارة دي، عبارة نابية يعني لا يصح كتابتها بهذا الشكل. إن العلم قذف بالأديان جملة يعني كل الأديان إلى عالم الأساطير وانتهى الأمر ولم يبقى للناس. طب ده وصف الواقع، أنا أعتبر وصف الواقع هو إن شاء الله كذلك، لكن الشيخ لغة خالده، إما أن يكونوا متدينين من غير علم أو يكونوا علماء بلا دين، فلهذا اختار الشرق الإسلامي على الأخص نوابغه. أنا بقى لما واحد كده هو مش نابغ ولا حاجة نستطل في الجامعة بيتقال لي النوابغ هم الملحدون، ودي من الشبهات الرائجة جدا
اللي بيروج لها حتى الملحدين في عصرنا. لكن انت شوف كده وكالة ناسا كل اللي فيها ملحدين، والكلام ده كذب مش صحيح، يعني هذا الكلام غير صحيح. غالب علماء الولايات المتحدة الأمريكية متدينين أو مؤمنين، طبعا أديان مختلفة، مسيحية بطوائف مختلفة، لكن لا يقولون بأنه الكون ليس له إله. فأنا لما يتقال لي على الأخص نوابغة هم من الكتاب أينستبتنوا الإلحاد، يعني يقول لي كل الكتاب والشعراء والنوابغ ما بيعلنوش الإلحاد على أن يظلوا جهالا، يعني كأنه الدين قرين قرين الجهل. فمن تردد في اعتناق الإلحاد فمنشأه نقصان العلم، يعني المؤمنين جهلة عشان كده لسه ما ألحدوش، لما يتعلموا ويزدادوا علما هيستبطنوا الإلحاد أو يلحدوا. ده اللي بين قوسين ده كلام، ايوه، بس هو بيقول ده قالوا فينا معناه، يعني هو محمد سيد وقت قالوا كده، يعني قالوا كده، بيقول لك هذا كلام غير ادنى ولا ما ظهرتش عليه حاجه. اه طب الاول قال ايه بقى؟ حطوا بين قوسين يعني. اه يعني لا، هو العباره دي اصلا بنستخدم من فقره هو ما قالش فيها كده، يعني ما هو احنا بنقول ان هو الراجل بيصف الواقع لكن العبارة والالفاظ خانته. ربما الواقع الثقافي، يعني بغض النظر هو الواقع كده او لا، هنفترض ان الواقع كده، هنفترض ان الواقع كده وانه كان فيه موجة الحاد، هنفترض كل ده. هل يجوز لكاتب ان يقول ذلك ويعتبر نفسه مدافعا عن الاسلام بهذا الكلام؟ طيب هذا كله مأخوذ، بعدين قال هذا كله مأخوذ من نص كلام الاستاذ من غير ادنى مبالغة زدناها عليه، فهكذا قال من قبل. ماشي تفضلي. رفع قبره لقلوب المعترفين له بالنبوغ ثم أعد الضلال منهم إلى غيرهم، بل محل للتعجب إذا كان أكثر المتعلمين لمصر وغيرها من البلاد الإسلامية وبخاصة من الذين تلقوا العلم منهم في أوروبا ملهمة أقوال الأستاذ المغلة شاكين مستهينين بالدين، ألا يحبون أن يكونوا نوابغ بلادهم المعتاد أن يكونوا ملاحدة، والمتطر من كل من هو في سبيل التعلم أن يكون مصيره مصيرهم من الإلحاد متى وصل إلى درجتهم العلمية. وكل كلام الأستاذ اليوم خالف لما قاله أولا، فليس ببعيد أن يقول عنه الناس ولا سيما المتعلمون تلامذة الأستاذ الأولون إنه محمول على مسلك الاستقطان الذي هو ملاذ النوابغ عند الحاجة، كما نبه عليه الأستاذ نفسه من قبل وأطلعهم على هذه المهمة أيضا. وإلا فكيف أمكنه اليوم أن ينفث بكلمة في الدفاع عن الدين على حين أن الشرق الإسلامي يرى الأمر على قوله أكبر من أن يحامله. وقال في آخر المقالة أكثر المتخرجين في العلوم يتوهمون أن ما حصلوه هو نهاية ما يبلغه الإنسان من العلم، وأن الموازين والمقاييس التي تحت أيديهم تكفي لأن يدركوا بواسطتها ما هو موجود وما ليس بموجود، وما هو ممكن وما هو محال. فمتى دعوا لينظروا في أمر من الأمور العلوية وزنوه بتلك الموازين فإنما يتأثر به حكم بعدم وجوده. هنا لعل قائلا يقول هذه موازيننا فإن كان لديكم غيرها فأتوا بها، فإن لفتمونا إلى الموازين العقلية والذوقية فلا يقطع عليكم ما منيت به من النقد في العصور المتأخرة، وهي وإن كانت قد أقنعت أهل القرون الخالية فإنها اليوم لا تقنع أمثالنا ممن أدركوا الفرق بينها وبين الدستور العلمي. ونحن نقول إن المنهج الذي نهجه الأستاذ في إثبات الدين بقصر الوظيفة الأزلية الطارئة غير مضمون النجاح لا أقول إنه غير صميم في الدفاع عن الدين، صميم نيته في حملته عليه حين كان حرا من الوظيفة، لكني أقول إنه لا يعرف طريق الدفاع الناجح، كما أنه كان ولا يزال غير عارف بسخافة موقفه لما ضرب الدين بمدفع رامي. فلو كان ذا بصيرة في موقف الهجوم لما اجترأ عليه، ولو استبصر في موقف الدفاع وأدرك خطأه السابق لما سلك في الدفاع طريقا وعرا، فهو في حالتين لا يفارق الضلال السير،
وهو فيما نقلنا عنه آنفا من السؤال المقدر الذي أورده على نفسه من جانب المتعلمين الشاكين، نص على خطأه الذي كان دافعه في حالته الأولى إلى مهاجمة الدين، وهو فيما سننقل عنه من جوابه على سؤاله ينص على محل خطأه في حالته الثانية. فهذا السؤال والجواب يلخصان ضلال الأستاذ القديم والحديث، ويلخصان أيضا أعماله ومساعيه وخدماته القلمية الموجهة نحو إرشاد الناس في دورتيه المختلفتين. فليس للأستاذ قناعة اعتقادية متقررة في مسائل الدين، فهو يسعى لإقناع نفسه فيما كتبه لإقناع قارئيه على طول السنوات، وهو في قناعة الشاكين عندما يلوهم ويعمل على إزالة الشك من أذهانهم، وهو زيادة على ما عليه الشاكون من أكبر المشككين. وقد قرأتم سؤاله فقرأوا جوابه عليه. فنحن نجيبه بأن الحق سبحانه وتعالى هو الشيخ بيعمل إيه في الفصل ده كله؟ يحاول يبين تناقض الأستاذ محمد فريد والدي وكتاباته قبل أن يتولى تحرير مجلة الأزهر، وكتاباته بعد أن تولى تحرير مجلة الأزهر. قبل تحرير مجلة الأزهر كان كتاباته يفهم منها الإعلاء من شأن الغرب، الإعلاء من شأن التجربة الحسية، التقليل من شأن المعجزات والأديان. ثم صار بعد ذلك يحاول الدفاع عن الإسلام بأساليب الشيخ يقول هنا أنها غير ناجحة. طيب. فنحن نجيبه بأن الحق سبحانه وتعالى قد أتى هذه الجامعة العلمية بما يوفر لحاجتها، فقد فتح على أطلاب العلم تحت إشراف البحوث النفسية أبوابا من المشاهدات المحسوسة خرص لها أعناقهم فاضعين، ولكنهم لا يعيون هذه البحوث التفاتا، فذكروا بها قالوا إنها أوهام قوم مخدوعين، وهي في الواقع تجارب ومشاهدات قام بها أصحاب العلم المقدمين من أعضاء الأكاديميات وعمداء الجامعات. فإن كان خصومنا يصرون بعد هذا على موقفهم فاتبعت عليهم لا على نقص الموازين. وهذا هو السبب الرئيسي فيما يصادفه الرأي من مظاهر بعض المتعلمين لعدم الأمن بغير المسائل المادية. وقد بينت أنه في هذا الشذوذ هم المقصرون، وأن الحق ضل شأنه آتى العقول في كل زمان بما أحست بالحاجة إليه من وسائل البحث والتمحيص والصمود إلى أقصى مراتب العلم بعالمي الشهادة والغيب. فالأستاذ بعد أن قال في مقالته السابقة التي نقلنا عنها بعض الجمل: وهذا زمان تجلى فيه بالدليل القاطع على أن الدين حاجة أوليا للروح، فكأن هذه الحاجة إلى الدين ثبتت اليوم ولم تكن من قبل حاجة إليه، وكأنه إذا ثبت الحاجة إلى الدين يثبت الدين من نفسه. قال: ونعني بالدليل القاطع الدليل العلمي المؤسس على علم النفس. فسجل على أن أدلة الدين لم تكن قبل هذا الزمان قاطعة ولا علمية. وبعد أن أوض في المقالة الأخيرة اعتراضه على معتقدات الدين بألسنة الملاحدة العصريين، وسجل مقطعا ثانية على أن الموازين العقلية المثبتة غير خائف على العصريين أنها ممنوعة بالنقد، وأنها إن أقنعت أهل القرون الخالية فاليوم لا تقنع المتعلمين المدركين الفرق بينها وبين الدستور العلمي. كما سجل عليه مرات ثالثة بقوله في مقالة أفردها لنقد آراء الفيلسوف على تعبيره الذهاب العراقي، ونشرها في الجزء الخامس من المجلد الثامن من مجلة الأزهر. أسلوب الفلاسفة الأولين على اعتداد المسلمات العقلية أهو الزهاوي ده كان من شعراء العراق الملحدين، يعني معروف بأنه ملحد وشاعر معروف اسمه محمد صدقي الزهاوي أو حاجة صدقي الزهاوي. فبيقول إيه بقى هنا في مجلة الأزهر؟ أسلوب الفلاسفة الأولين الأغلاء بالمسلمات العقلية والقضايا المنطقية والتدور منها إلى إدراك العلم الأولية، يعني إدراك وجود الله، وهو أسلوب أصبح لا يقنع أكثر المتعلمين على الطريقة الحديثة. ليه؟ لأن المتعلمين على الطريقة الحديثة لا يعتدون إلا بالمحسوسات، ودي قضية الكتاب من أوله. هذه قضية الكتاب من أوله، إنه العلم صار يطلق على ما هو حسي تجريبي، وفي هذا هدم للأديان وهدم للعلم كمان، لأنه العلم الذي يقوم على المحسوسات يحتاج إلى عقل حتى يجمع هذه المحسوسات في صورة واحدة في وحدة واحدة.
لأن المحسوسات تدرك الصور الجزئية. فاليد مثلا حين تلمس، سنكتفي بهذا، اليد حين تلمس إنها تدرك نعومة هذا الكوب، ثم العين حين ترى ترى لونه، الأذن حين تسمع تسمع صوته، ثم الذي يؤلف بين كل هذه المعطيات الجزئية ليس الحس وإنما العقل. فهدم العقل هدم ليس للدين فقط، إنما هدم للعلم أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.